قطر تعلن موقفها من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بوضوح ومن التعامل مع الرئيس السوري، ووزير الخارجية السوري يحدد موقف بلاده من الدول التي تضع الشروط عليهم. بالتزامن مع بدء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في السعودية، كشف رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن موقف بلاده من الانفتاح العربي على سوريا. آل ثاني أكد أن قطر لا تريد الخروج عن الإجماع العربي بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، على أن يترك لكل دولة قرارها السيادي بالتطبيع مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية، اعتبر وزير الخارجية القطري أن المشكلة ليست بين قطر وبين نظام الأسد، إنما بين الأخير وشعبه، وطالب بحل يعيد الاستقرار إلى سوريا بعد حرب استمرت 12 سنة. في السياق، شارك وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة جدة. خلال حديثه إلى قناة الجديد، اعتبر المقداد أنه ليست سوريا وحدها هي نجمة القمة، إنما كل الدول العربية نجوم، وشكر من تعاون مع بلاده لإعادتها إلى مكانها الطبيعي. اليوم سوريا نجمة القمة العربية، كلها نجوم، شو بتقول تعليقها اليوم لكل يقول أن سوريا هي اليوم نجمة يعني هذه الاجتماعات ومحط استقطاب؟ أنا أقول كل الدول العربية هي نجوم، والآن نعود بفضل الحكمة والقيادة الصحيحة إلى وضعنا الطبيعي كعرب. الوزير السوري أكد أن الأسد سيشارك في القمة، محدداً موقف بلاده من الدول التي تحاول وضع شروط عليهم. الرئيس السوري بشار الأسد سيتوجه مباشرة إلى جدة، صحيح؟ إن شاء الله سيكون. لن يكون زيارة بالرياض، سيتوجه مباشرة إلى جدة. يعني أنا أترك هذه التوقعات، هو سيأتي لحضور هذه القمة. ماذا تقول؟ البعض يقول أن هناك اشتراطات معينة لمسألة إعادة الأعمار وعودة اللاجئين السوريين. من يشترط عليه أخذ هذه الأفكار ويحتفظ بها لذاته. نحن لم نقم بالاستجداء ولن نقوم بذلك، وخوضنا حرب ضد الأعمار. فمن أراد. في إطار متصل، استرجع وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور كيف تم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية خلال ظهوره في برنامج الرئيس عبر قناة الجديد. دور باطل ومال قاتل، هل المال هو الذي أبعد سوريا عن الجامعة العربية؟ هو الذي لعب الدور الكبير والمؤثر. لو كان هناك من دول غير غنية أو لم تمتلك المال لما استطاعت أن تفعل ما فعلته بسوريا. كيف مثلا؟ في مثل محدد؟ في مثل محدد، دعم الفصائل عندما يصدر قرار من الجامعة العربية يوم 12/11/2011، يعني تقديم كافة وسائل الدعم للمعارضة السورية، كانت دعم مادي أو مالي أو مسلح أو غير ذلك. من الذي يستطيع أن يقدم هذا الدعم الهائل؟ كانت سابقة في تاريخ الجامعة طبعا أنه يقدم دعم، هذه سابقة كانت، يعني لأول مرة أنه الجامعة العربية بدل ما أن تكون موحدة للصفوف، أن تكون الداعمة لتعطيل فتيل الحرب، كانت للأسف الشديد ضالعة في عملية ما حصل في سوريا. طيب معالي الوزير، تقول كنا نلمس بكتابك تحركات تثير علامات استفهام تديرها دولة آثرت أن تلعب دوراً أكبر من حجمها، مستفيدة من غطاء ودعم جهات إقليمية ودولية تريد تصفية حسابات قديمة مع سوريا. كنت تعني طبعاً قطر، لأنه تعود في مكان آخر تقول لقد كان الشيخ حمد بن جاسم وهو الذي أراد أن يكون رئيساً للجنة العربية لمتابعة الوضع في سوريا العقل المدبر والموجه والمحرك لما حصل. صحيح. طيب يعني شو هو الدور؟ وهذا ما اعترف به حمد بن جاسم على شاشات التلفزة مرارا، وأنه قال طلب منا وتهاوشنا على الطريضة، يعني اعتبروا سوريا طريضة وتهاوشنا على الطريضة. طيب من طلب منه ذلك؟ هذا اعتراف من قبل وتعيينه رئيسا للجنة العربية، اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، كان هو رئيسه.
ومعه عدة دول، مصر، السعودية، عمان، الجزائر، وأيضا السودان.